بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لشيخنا ولجميع المسلمين يا ارحم الراحمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه <applause> عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان ياتي قبى راكبا وماشيا مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مره الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل ان ينزل فيهم قالوا الله ورسوله اعلم قالهن فواحش وفيهن عقوبه واسوا السرقه الذي يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها مالك عن هشام بن عروه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب العمل في الصلاه او باب جامع العمل في الصلاه وسبق لنا ان سرد رحمه الله حديثين موصولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذا به هنا يتبع ذلك بثلاث احاديث مرفوعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونجمل الكلام على الصناعه الحديثيه على هذه الثلاثه ثم نرجع الى المتن فيها في بدايه هذا الكتاب اللي هو الجامع اورد مالك حديثان متفق عليهما ثم جاءنا هنا بحديث ابن عمر ثم بحديث النعمان ثم بحديث عروه فاما الحديث الاول الذي هو مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اسناد صحيح الا انه اختلف على مالك في هذا الاسناد فيحيى هنا يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ووافقه على هذا الاسناد عبد الله بن وهب والامام القعنبي واسحاق بن عيسى وعبد الله ابن نافع. فهؤلاء كلهم قالوا قال مالك عن نافع عن ابن عمر. قال ابن عبد البر: ولكن جل اصحاب مالك رووه مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر اي الخلاف في من؟ في نافع وهو الراوي عن ابن عمر هل هو نافع او عبد الله بن دينار الذي عليه الخمسه الذين قدمناهم رووه من طريق نافع ولكن جل اصحاب مالك رووه من طريق عبد الله بن دينار الامام مسلم رحمه الله في صحيحه روى هذا الحديث من طريق يحيى بن يحيى التميمي عن مالك عن عبد الله بن دينار أي أنه وافق إيش رواية الجمهور قال ابن عبد البر وكيل الإسنادين صحيح فإن نافع وعبد الله بن دينار رويا الحديث عن ابن عمر هذه من الناحية الإسنادية على الحديث الأول الحديث الثاني مالك عن النعمان نعمان بن مرة نعمان بن مرة كما يقول الإمام البخاري في الرجال وهذا تابعي كبير ووهم من ظنه أنه صحابي وهو تابعي كبير أنصاري من أهل المدينة ولم يروي مالك عن, نافع عن النعمان هذا إلا هذا الحديث وهذا الحديث لم يروه عن مالك من أصحاب الكتب الا الامام الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث وعنه رواه الامام البيهقي في السنن الكبرى والسنن الصغرى قال ابن عبد البر لم يختلف الرواه عن مالك ان حديث النعمان هذا انه حديث مرسل اي انه لا يوجد فيه الصحابي ثم قال ولكن الحديث صحيح فقد ثبت بمعناه بل بحروفه عن ابي هريره وعن ابي سعيد الخدري اخرجه الامام احمد والنسائي والحاكم وابن خزيمه وابن حبان فالحديث هذا وان كان مسندا مرسلا الا انه صح مرسلا عن رسول الله الحديث الثالث وهو عن عروه ابن الزبير عن ابيه هذا حديث مرسل وكذلك اتفق الرواة عن مالك انه رووه بالارسال ولكن هذا الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم عنه في صحيحهما. فاذا الثلاثه الاحاديث هذه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اشكال فيها من الناحيه الاسناديه. اذا نظرت معي الترتيب لمالك أبدأ بدأ بحديثين اتفقوا على صحتهما ثم جاء بالحديث الذي اختلف فيه عن ابن, ابن عمر ثم جاء بحديث مرسل عن صحابي كبير ثم جاء بحديث مرسل عن الصحابي الصغير فهذا تدرج من الناحية الإسنادية والحديثية في الاحتجاج بالحديث بعد هذه الثلاثة أحاديث أورد مالك رحمه الله في بقية الباب آثار شتى سنتناولها في موطنها. نرجع الآن إلى الكلام على متون هذه الحديث. فقال رحمه الله في الحديث الأول نعم. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قبا راكبا وماشيا. ابن عمر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي قباء راكبا وماشيا. سبق ان بينا ان الامام ابن تيميه ووافقه الامام السيوطي في التنوير وسبقهما الخطيب البغدادي وبعض المحدثين على ان الامام البخاري في صحيحه اذا وجد الحديث من طريق مالك لا يعدل به غيره. وهذا الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا من الناحيه الاسناديه هو حديث صحيح فيبقى لنا الإشكال السؤال هو اخرجه مسلم عن مالك لكن ما اخرجه البخاري عنه فلماذا اعرض البخاري عن هذا الحديث من طريق مالك مع انه اورده في صحيحه في سبعه مواطن وأورده في كتاب الصلاة في ثلاثة مواطن متتالية باب المشي إلى قباء، باب مسجد قباء، باب فضل قباء في ثلاثة مواطن وأورده من طرق عن ابن عمر ولكن لم يعرج على رواية مالك. فالجواب على هذا الإشكال هو أن البخاري رأى أن في رواية مالك على حسبه على حسبه إشكالان. الإشكال الأول من الناحية الإسنادية وسبقنا أن بيناها. وإن كنا قلنا من الناحيّة الإسنادية هي لا تضر لأن اختلاف الرواية سواء من طريق نافع ولا عبد الله بن دينار لا تضر إلا أن الإمام البخاري تورع عن هذا لوجود هذا الخلاف واضح؟ الأمر الثاني سوف يأتي معنا وهو في نظر الأقوى من حيث رواية الإمام مالك لهذا الحديث بهذا الشكل فقد رواه مختصرا فقال عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. الاختصار انه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت ويصلي فيه ركعتين. فإذا اختصر اليوم واختصر الفعل. واضح؟ فمن اجل هذا الاختصار ساق الامام البخاري الحديث من غير روايه مالك. واضح طيب الان هذا النوع من الاختصار هو الذي سبب لنا نوع خلاف في استنباط الاحكام من هذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء وفي روايه البخاري كان ياتي مسجد قباء هذا اضيف هذا الخلاف الثالث السبت والمسجد والصلاه كان ياتي قباء ماشيًا وراكبًا يقول الإمام الزرقاني الواو هنا بمعنى أو كان يأتي قباء راكبًا أو ماشيًا أي في كلا الحالتين جاء بهما إلى قباء طيب لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى قباء وسوف نتكلم على الحديث بإعتبار رواية البخاري مع ملحظ رواية مسلم في آه رواية مالك في الاختصار كان يأتي قباء كل سبت راكبا أو ماشيا فيصلي فيها ركعتين كان يأتي قباء أو كان يأتي مسجد قباء قباء هذه منطقة تتبع المدينة تبعد على المدينة ثلاثة أميال والمسجد الذي فيها هو أول مسجد أسس ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء أو يأتي مسجد قباء فأولا عندنا سؤال لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يوم السبت الى قباء اولا لماذا يذهب الى قباء على روايه البخاري كان يذهب الى المسجد لانه كان يذهب الى مسجد قباء فيصلي ركعتين اما على روايه مالك كان يذهب الى قباء وقباء منطقه فعليه فكان يذهب اما للنظر في قباء في بساتينها وفي حيطانها او كان يذهب لزياره اهل قباء وهم من الانصار فالعله عندنا في ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء ثلاثه امور يذهب للصلاه اي ان الذهاب هذا ذهاب عباده او ذهاب للنظر في قباء وهو ذهاب نزهه او الذهاب لزياره اهل قباء والعله اما تعبديه ويوجد فيها عله معقوليه واضح؟ طيب. على هذا يتخرج عندنا الخلاف في الصلاة في مسجد قباء. الذي عليه الجمهور هو أن رواية مالك مختصرة. فيكون ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء من أجل المسجد. ومن أجل الصلاة فيه. أما على الرواية هذه التي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء يأتي قباء راكبا أو ماشيا وهذا الذي أشار إليه الإمام الطحاوي من السادة الحنفية ومال إليه الإمام بن رشد من المالكية على أن إتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء هو إتيان أه ليس تعبدي والصلاة التي وردت في البخاري تكون من باب صلاة شركعة وهي تحية المسجد لأنه إذا جاء إلى هذه المنطقة سيأتي ويصلي لكن ليس قاصدا له واضح؟ طيب الان بوجود التصريح في روايه البخاري سوف نميل مع الذين قالوا بان الذهاب الى قباء كان من اجل ذهاب عباده. طيب اذا قلنا ذهاب عباده سيشكل علينا الحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا لثلاث. فكيف أما على الرواية الأولى ما عندنا مشكل لأنه كان ما كان يقصد المسجد كان يقصد قباء فيصادف أن يصلي في المسجد لأنه يريد أن يدرك أهله فالمقصد هو قباء وليس المسجد الرواية الأخرى لا المقصد المسجد فإذا قلنا المقصد المسجد سي سيكون مظاهره التعارض من رواية الصحيحين لا تشد الرحال إلا في ثلاث فكيف المخرج من هنا قال الإمام ابن عبد البر ولا إشكال في ذلك فإن حديث لا تشد الرحال المقصد به النذر فمن نذر أن يأتي مسجدا فنذره لا ينعقد إلا إذا قصد المساجد الثلاث فإن فإذا قلت لله علي أن أصلي المسجد الفلاني فلا ينعقد يمينك لأن صلاتك في أي مسجد سياني لأنها متساوية إلا إذا نذرت الصلاة في احد المساجد الثلاث فلا تلزم بان تاتيها لان الصلاه فيها ارفع درجه من غيرها من المساجد. وهذا كان ياتي قباء ولو شد الرحال ما عندنا اشكال لانه لا ليس من باب ايش؟ من باب النذر. واضح؟ طيب هذا قول الامام ابن عبد البر. الامام الباجي رحمه الله يقول وما ولا يوجد تعارض بين فعلي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لان قوله لا تشد الرحال المقصود به انعقاد سفر وخروج النبي صلى الله عليه وسلم الى قباء راكبا او ماشيا وهي على ثلاثه مراحل او مرحلتين وهذا من والذهاب اليها لا يسمى سفرا كمن كانت الجمعه بعيده عنه في المسجد فلا بد ان يذهب ويصلي ويص ويص الجمعة في المسجد فلا نقول له بأنه قد شد الرحال لأن المقصود بشد الرحال هو عقد السفر لا مطلق السير واضح؟ طيب الحافظ ابن ابن حجر رحمه الله ينقل عن بعض المتقدمين وكأن به الإمام ابن التين الصفاقسي في شرحه على البخاري وإن كان شرحه هذا مفقود قال واختار بعض العلماء ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو اتيانه مسجد قباء راكبا وماشيا ينزل حديثا لا تشد الرحال من باب النهي الى باب الكراهه فعليه تكون قرينه صارفه واضح فيكون بهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انه شد الرحله وذهب راكبا وماشيا الى قباء ف يكون قرينة تدل على أن الحديث الأول ليس من باب النهي وإنما هو من باب إيش من باب الكراهة طيب قلنا إن الإمام الطحاوي ووافقه ابن رشد يقولون بأن هنا الذهاب إلى المسجد الذهاب إلى قباء لا لقصد المسجد وصادف أنه إذا ذهب هناك أن يصلي قالوا لأن مالك أورد هذا الحديث في الموطأ في باب النوافل هنا والنافلة كما تقدمت معنا الصلاة على قسمين، إما أن يصلي نافلة أو يصلي فريضة. فإن كانت الفريضة فصلاته في مسجده أفضل من صلاته في قباء. وإن كانت نافلة فصلاته في بيته أفضل من صلاته في قباء لأنها نافلة. واضح؟ فعليه فعل رسول الله هذا في مسجد قباء لا من باب القصد وإنما من باب التصادف. واضح؟ طيب. انتهينا من هذا المبحث. وقلنا ما قاله الجمهور كما يقول الحافظ ابن حجر إلا أنه صح وإن كان الحديث ليس في الصحيحين بمجموع طرقه على أنه من صلى في قباء ركعتين عدلت له عمرة وهذا حديث دال على فضل الصلاة في قباء الآن نأتي إلى العلة الأخرى وهو أنه كان يذهب إلى قباء كل إيش كل سبت يذهب الى قباء كل سبت فعندنا المساله الاولى استدل جمهور الفقهاء وهم الساده الحنفيه والشافعيه والحنابله على انه يجوز تخصيص بعض الازمان ببعض العبادات فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد قباء لصلاه ركعتين فيه فقد خصص يوم السبت لهذه العباده فعليه يجوز تخصيص بعض الأزمان ببعض العبادات ما عدا العبادات التي نهي عنها في الأزمان كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام أو ليلتها بقيام وهو اضطراد العبادة التي ينشئها الإنسان في زمن معين فإذا تجاوز الإنسان عمه نهي عنه جاز له ذلك أن يتخذ مثلا من يوم الاثنين أنه يصلي فيه قياما لليل ويتخذها إيش عادة فيكون من باب التخصيص ودليله على هذا هو هذا الحديث المالكية كما يقول الإمام بن بطال في شرحه قال وأصول المالكية الكراهة بأن يخص أي زمن بأي عبادة طيب نقول هذا الحديث نقول لا المالكية لما رووا هذا الحديث رووه أنه كان يأتي قباء ولم يأتي فيه كان يأتي قباء للصلاة فإذا عدم وجود الصلاة وعدم وجود يوم السبت فإذا لا إشكال على هذه الرواية التي عندهم وهي أن كان يأتي للزيارة وعليه فلا يؤخذ من ذلك جواز التخصيص أي زمن بعبادة مع أن الأصل في العبادات إيش؟ الأصل فيها التحريم أو التوقف كما سبق ان بيناه من قبل. واضح هنا؟ طيب. نبقى مع مذهب الجمهور وانه كان يذهب يوم السبت تخصيصا لهذه الصلاه في هذا المسجد. فيأتي معنا لماذا كان يوم السبت؟ لماذا كان يوم السبت؟ افضل من جمع علل يوم السبت هو الامام العيني الحنفي رحمه الله في شرحه على البخاري. وقال بالنظر الى التصور في هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه ياتي السبت قباء فلا يخرج عن اربعه علل العله الاولى وهي ان ديدنه صلوات ربي وسلامه عليه حسن التعاهد وثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن التعاهد من ايش من الايمان وخباء اول مسجد اسس واول مسجد صلي فيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده من نوع الوفاء وافضل من وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن الوفاء هنا لمن للمسجد وقال بعضهم الوفاء لاهل قباء كيف قالوا لان قباء نرجع اولا للعلة الاولى، قلنا الوفاء لمن؟ للمسجد، لماذا؟ لان يوم الجمعة اهل قباء ما يصلون الجمعة في قباء، ياتون الى مسجد رسول الله. فيخلو المسجد من الصلاة في يوم الجمعة. فتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم منه انه يذهب يوم السبت فيصلي فيه ركعتين كصلاة الجمعة في مسجده، حتى لا يخلو ذلك المسجد تعاهدا منه عليه. واضح؟ وبعضهم وهي العلة الثانية قال لا التعاهد لأهل قباء كيف قالوا لأن أهل قباء كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فيصلون معه ويسلمون عليه وهو ووفاء لهم أنه يزورهم كما زاروه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على الوفاء فمن أهدى إليه أهدى له أكثر مما أهدى فهم زاروه يوم الجمعة فهو وفاء منه صلوات ربي وسلامه عليه يزورهم في يوم السبت وقال بعضهم: نعم العله لاهل قباء ولكن لا للذين حضروا وانما للذين مسكهم العذر فما استطاعوا ان ياتوا فوفاء منهم لاهل قباء يوم السبت يذهب يزور من لم ياتي يوم الجمعه. واضح؟ طيب العله الرابعه هو ان يوم السبت اذا لماذا هذه كلها لانها كانت يوم ايش؟ يوم السبت فالارتباط بها هو هو يوم ايش؟ هو يوم جمعه. وقال بعضهم: إن اتيان النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت هو اتيان انه يوم راحته على أساس أن الأسبوع كان يبدأ عند رسول الله من يوم الأحد مثل ما هو عندنا الآن لأنه كان من يوم الأحد إلى يوم الجمعة متفرغ لأشغال الناس فأتي الجمعة مع أشغالها فإذا جاء يوم السبت تفرغ لنفسه وإذا تفرغ لنفسه انطلق ومن بين الانطلاقات كان يذهب إلى قباء. واضح؟ طيب هذه علن في التخصيص بيوم ايش؟ في العله بيوم السبت. كان ياتي قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ايش؟ ركعتين. مالك جاء به مختصرا هنا حتى يبين على ان الامر في ذلك ايش؟ واسع في قباء وفي غيره، واضح الى الان؟ بلى أربعة أربعة التفرغ لحاجته صلوات ربي وسلامه عليه يقول الإمام العيني آه الإمام الطحاوي وهذا نقلها عنه الإمام ابن الملقن ولم أقف له عليها في كتبه المطبوعة يقول الإمام الطحاوي وهو رجل محدث حنفي فحل وهو عالم جليل وخاصة في الصناعة الحديثية بل والفقهيه. يقول اتيان النبي صلى الله عليه وسلم الى قباء من اجل الصلاه من اجل الصلاه قال هذه حرف انفرد به الراوي. ولم يثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتم تعلمون سبق ان بينا معظم الخلاف الفقهي لا ينبني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان كلام رسول الله عليه نور. معظم الخلاف يكون في روايه الصحابي لفعل رسول الله. والصحابي يروي ما شاهد. فهنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الى قباء ويصلي، هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى قباء او رغب في الصلاه الى قباء، واضح؟ فقال الامام الطحاوي هذا الحرف فيه زياده من الراوي من فهمه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء ويصادف ان يصلي فيه ركعتين، فتكون الركعتين تحيه للمسجد لا من اجل الذهاب الى الى هناك، واضح؟ وقلنا هذا نوع فهم والامر في ذلك واسع ان شاء الله، واضح؟ ننتقل الآن إلى الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم قالوا: الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته وأسرق, و وأسرق السرقة الذي يسرق صلاته ما قلنا هذا هذا حديث مرسل من رواه عن مالك يحيب الإمام يحيى ما بن سعيد لا من 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 الرواة الإمام الشافعي قلنا فقط في اختلاف الحديث وعنه البيهقي رواية الإمام الشافعي هنا انتهت قال الإمام البيهقي ورواية ابن بكير على رواية يحيى هنا. واضح حتى نضبط، فرواية الإمام الشافعي هنا تنتهي، واضح؟ طيب، واصل؟ قالوا قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. طيب. هذا الحديث من الأحاديث العجيبة. وأنا أسميها أحاديث تصحيح المفاهيم. قلنا هذا حديث وان رواه مالك مرسل هنا فقد صح من حديث ابي هريره ومن حديث ابي سعيد عند الامام احمد وابن حبان والحاكم والامام ابن خزيمه النبي صلى الله عليه وسلم بدا هذا الحديث بسؤال وهو تصحيح مفهوم ولو كتب احد طلبه العلم في تصحيح المفاهيم هذه لكان جيدا وهو كثير من الاحاديث عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ينقلنا الى فهم اخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ الحديث في الصحيحين. المفلس عندنا من لا درهم لا قال لا المفلس من ياتي يوم القيامه، هذا تصحيح مفهوم وان كان هذا مفلس لكن لابد ان تكون الوجهه النظر الى الاخره او الى الامر الاخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل قال البخيل من ذكرت عنه ولم يصلي عليه إذا هذا أمر آخر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من السارق من هو السارق قال الذي يسرق صلاته فهذا هذا تصحيح إيش وفي حديث آخر طويل وإن كان قد تكلم في إسناده وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون, أتدرون من الكسلان قالوا لا قال الكسلان من ارق في الليل ولم يقم يصلي انت ما منعك الله اذا ارقت في الليل ما منعك الله النوم الا لكي تتقرب اليه يعني انت ما نمت ماذا تفعل؟ اذا لم تصلي ما يوجد اكسل منك واضح فهذا تصحيح ايش؟ تصحيح مفهوم مع بقاء المفهوم الاول فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصحح لنا مفهوما وذهب بنا الى تعليم الى تعليم عن طريق سؤال وهنا نكته بديعه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعد السؤال قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني انظر قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني السارق والزاني عرفناه لكن الشارب قالوا اذا اطلق الشارب يعني الذي شرب ماء لان الشرب مطلقا عام ولكن عادة إذا أطلق الشارب فالمقصود به الخمر واضح فهذا التخصيص بالعرف عن اللغة قال ما تقولون في الشارب والسارق والزاني أيوة وذلك قبل أن ينزل فيهم وذلك قبل أن ينزل فيهم ماذا ينزل فيهم الحدود. قبل أن ينزل الحدود لأن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال هن فواحش وفيهن عقوبات إذا عندنا حد وعندنا عقوبة. واضح؟ طيب الحد هو العقوبة المقدر شرعا لا يزاد عنها ولا ينقص، أما العقوبة فهي الأمر وهي مؤاخذة المذنب على ذنبه. سوف نفصل ذلك. الآن ماذا أجاب الصحابة؟ قالوا الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لخلقهم وادبهم وتواضعهم مع رسولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الشارب والسارق والزاني قال وذلك قبل ان تنزل فيهم الحدود فقالوا الله ورسوله اعلم هنا لماذا سال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال على على هذه الإجابة بالنظر إلى الحديث عندنا مسألتان سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الجواب من باب من باب التعليم ولهذا بوب البخاري باب من سأل ليعلم فيكون لأن السؤال هو إثارة الذهن واضح؟ للتنبيه وقال بعضهم لا هو السؤال هنا السؤال من باب بناء فرع فرع على اصل. هم قال ما ما تقولون في هذا؟ فهم يعرفون انها فواحش وان فيها عقوبات، فاراد ان ينقلهم في تصحيح معنى اخر ترى السارق هو ما يفعل كذا. فهذا لا من باب التعليم وانما من باب ايش؟ من باب الارشاد من اجل البناء. واضح؟ طيب. قال ما تقولون في كذا وكذا وكذا وقبل أن ينزل عليه قبل أن تنزل فيها نص قال العلماء وبهذا يستدل على أن العمل بالرأي في الشرع مقبول وإلا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن عندهم علم واضح فكأنه يقول إذا خلت النصوص رجعنا إلى إيش الى العقل وهذا بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه يستنبط الاحكام من هذا الباب واضح والا لما سال واضح طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الشارب والسارق والزاني الصحابي هنا يقول ماذا قال؟ قالوا الله ورسوله لا اعلم ما تقولون؟ في الش قالهن فواحش وفيهن عقوبه لا قول قبل قبل من البدايه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم وذلك قبل أن ينزل فيهم وذلك قبل أن ينزل فيهم أي أنه بعد ذلك نزل فيهم صح؟ طيب سأل عن كم؟ عن ثلاثة طيب الزاني نزل فيه والسارق نزل فيه، والشارب أين نزل؟ لا نزل، ما قال إجماع، قال نزل. طيب. لا الحد، قال ما تقول فيها؟ الزاني فجلد كل واحد منهما مائة جلدة، السارق فاقطع أيديهما. هنا يقول عبد الملك بن مروان، وهو من أوائل من شرح، ابن حبيب، وهو من أوائل من شرح الموطأ، قال وأنزل لا يرجع على الثلاثة. يرجع فقط على المتأخرين الاثنين لأنه لم ينزل في الشارب شيء الشارب ما نزل فيه شيء واضح؟ وخالفه الإمام ابن, ابن العربي وقال هذا دليل على أن الشارب نزل فيه ولما استقر الإجماع على عهد عمر على أن الشارب ثمانين لأن على عهد رسول الله الشارب كان يضرب ضرب أربعين ويضرب بالجريد وبالنعال يعني لم تكيف العقوبة فهذا دليل على أن العقوبة إيش؟ كانت موجودة ولكن عدم النقل لا يدل على عدم الوجود ولهذا استقر الإجماع بعد ذلك على على الثمانين دل على أن هناك إيش على أن هناك فيه تنزيل واضح طيب قال قبل أن ينزل عليهم سيدنا الإمام الشافعي له كتاب جليل وهو كتاب اختلاف الحديث وهذا من أجل كتب الإمام وإن كانت كتبه كلها جليلة رضي الله عنه ألف كتاب سماه اختلاف الحديث. وساق هذا الحديث في الحدود في كتاب الحدود. وقال هذا الحديث يدل على النسخ الذي كان يقع في الشريعه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن فواحش، ماذا قال رسول الله؟ قال: هن فواحش وفيهن عقوبه. هن فواحش وفيهن عقوبه ولكن قبل ماذا قال الصحابي؟ قال من قبل ان ينزل ما يعني ما نزل فيها الحد ولكنها ايش؟ هي فاحشه وفيها عقوبه قال الامام الشافعي فدل على انه لما نزل الحد نسخ العقوبه وضرب لنا مثالا رضي الله عنه من القران الله سبحانه وتعالى: واللاتي ياتين بالفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه وامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذه عقوبة كانت مقررة عقوبة الزاني لهذا في الصحيحين لما نزلت آية الرجم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد جلد مئة والبكر بالإي بكر الرجم واضح فإذا الشارب كانت فيه عقوبة ثم نسخت بحد والسارق كانت فيه عقوبة ثم نسخت بحد والسارق كانت فيه عقوبه ثم نسخت بحد، واضح فهم الامام الشافعي هنا؟ طيب. قال الصحابه ورعا منهم وتواضعا قال الله ورسوله اعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هن فواحش وفيهن عقوبه اولا هن فواحش. الفاحشه في في الشرع هي كل فعل قبيح في العقل والشرع معا اذا اتفق الشرع والعقل فإن هذا ايش؟ على فعل وذموه فإن هذا فاحشة والفحش في لغة العرب هو كل ما تجاوز الحد كل شيء تجاوز الحد فيسمى ايش؟ يسمى فاحشة وإن كان الإطلاق الشرعي إذا قصد تصرف إلى والتي ياتينا منكم الفاحشه الى فعل الزنا واضح لكن من الناحيه الشرعيه الفاحشه هي كل فعل قبيح دمه الشرع والعقل والشارع عندنا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اي هي التي هي موجوده والتي ستظهر في المستقبل فكل ما قبحه الشرع والعقل معا فهو فاحشه قال النبي صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبه وقلنا العقوبة هي ايش؟ هي مؤاخذة المذنب على الفعل. طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذن هم يعرفون أنها فواحش ويعرفون أن فيها ايش؟ أنها عقوبة. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرتقي بهم إلى ايش؟ أن يرتقي بهم إلى الفهم الآخر. أتدرون من المفلس؟ هنا أجابوا. قال المفلس منا من لا درهم له ولا ولا متاع وهنا في هذا الحديث لم يجيبوا واضح؟ فاذا هنا السؤال ليس سؤال من باب التعليم وانما سؤال من باب ايش؟ من باب البناء في الفهم واضح؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم هن قال هن فواحش وفيهن عقوبة واسوأ السرقة الذي يسرق صلاته واسوأ السرقة الساري بكسر الرائي واسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. يقول الامام القاضي عياض في المشارق وهذا كتاب جليل للامام القاضي عياض المشارق حتى اثنى عليه الامام بن الصلاح قال القاضي عياض من اهل طنجة من اهل المغرب وقال عهدنا ان الشروق يكون بالمشرق ولكن جاء مشارق عياض من المغرب. وهذا الكتاب المشارق جمع فيه الصحيحين والسنن والموطأ في ضبط الالفاظ. وهذا الذي نسميه الان في العلم الحديث علم التحقيق وضبط المصطلح. فالقاضي عياض في هذا الكتاب ينبه على اي اختلاف في كلمه او اسناد وقع في الكتب السته وهو مطبوع في مجلد ضخم. السرقه. واسوأ السرقة. قال جل من روى الحديث بكسر الراء السرقة. واذا كان هكذا سيكون خبر يكون مبتدا والخبر محذوف لابد ان يقدر فيقال واسوأ السرقة سرقة الذي يسرق. كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر ولكن البر لكن لابد أن تقدر محذوف ولكن البر بر من آمن تقدير الخبر محذوف واضح وقال وروى بعض الرواة الموطأ بفتح الراء ولا وأسوأ السرقة وإذا قلنا بفتح الراء فيكون جمعا مثل كاتب كتبة فاسق فسقة كافر كفرة سارق سرقة وأسوأ السرقة يعني أسوأ السارقين فلا يحتاج إلى تقدير محذوف واضح وأسوأ السرقة ولا وأسوأ السرقة سرقة ال الذي ماذا يفعل الذي يسرق صلاته الذي يسرق صلاته هنا الصحابة كأنهم أشكل عليهم الفهم و وإن كان هنا انتهت رواية الإمام الشافعي رحمه الله قال فقالوا يا رسول الله ماذا قالوا قالوا وكيف يسرق صلاته يا لأن رسول الله لأن الأصل في السرقة هو الأخذ من المال طيب الصلاة تسرق كيف يا رسول الله يسرق الرجل صلاته ماذا قال لهم قال لا يتم ركوعها ولا سجودها لا يتم ركوعها ولا سجودها الآن عندنا حتى نفهم هذا عندنا إشكالا الإشكال الأول كيف كانت كيف كان هذا الفعل سرقة والإشكال الثاني كيف كان أسوأ السرقة أولا نحقق المناط كيف الذي لا يتم ركوعه وسجده سارق وبعد ذلك كيف هو أسوأ السرقة يقول علماؤنا الذي لا يتم الركوع والسجود أي أنه لا يطمئن فيهما فهو ينقبها نقبا طيب كيف هو سارق قالوا هو سارق لأنه يسرقها من الكتبة لأنهم أمروا بأن يحفظوا هذه الصلاة حتى ترفع فإذا هو لم يتم ركوعها ولا سجودها وهم لا يكتبونها فإذا هو يسرقها منهم فالمسرق منه ملك والسارق انت والمسروق الصلاه اذا لم تحسب بل هو سيعاقب عليه واضح وقال بعضهم هو لا يسرق من الملائكه هو يسرق من نفسه هو يسرق من نفسه لان هذه الصلاه ان اتمها كانت عليه خيرا وبركه واجرا واذا ما اتمها ما كتبت له اجر فاذا هو يسرق اجر نفسه وعليه يفهم كيف هي أسوأ السرقة لأن السرقة العادية التي قد عرفت هو أن السارق قد قد ينتفع بما سرق قد ينتفع بما سرق وقد يكون له نجد له علة علة وقد يسامحه رب المال أما الذي يسرق صلاته هو محض ضرر لأنه لما يسرق ماذا يستفيد من تلك الـ لـ لـ ذلك الوقت الـ حتى لهذا نحن دائما مستعجلين الا في الصلاه بعدما نخرج ما احنا مستعجلين يلا نصلي بسرعه لاحظت فالاستعجال في الصلاه اما قبلها ولا بعدها ما يوجد استعجال وهذه سرقه صلاه فهو أسوأ السرقة لأنه ماذا؟ لأنه يفعل فعلا يرجع عليه بخسران وندامة وكان الأولى بأن هذا الفعل يرفعه واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكشف عن السارق قال لا يتم ركوعها ولا سجودها خص الركوع والسجود لأن الفهم هنا إذا تريد أن تعرف السرقة هي اجل ما تظهر في هذين الركنين والا قد يسرق من قراءتها وقد يسرق من خشوعها وقد يسرق من من بقيه هيئاتها كجلوسه ورفعه لكن الركوع والسجود تظهر فيه ايش تظهر فيه هذه الصفه طيب ياتينا هنا سؤال متى نرتقي في الفهم في تصحيح مفاهيمنا إلى أننا نتجاوز الرسوم نتجاوز إيش الرسوم في فهم الشارع كما قلنا من المفلس من الفقير ليس الذي لا ليس له مال الذي فقير من الحسنات فلا بد أننا دائما نتعود في تصحيح هذه المفاهيم أنا سأضرب مثالا واحدا في الفهم وهو من المصطلحات التي هي عندنا أشد فعل هو عندنا أكل الربا، صح؟ أكل الربا. وقد يضرب عنق الرجل ولا يأكل الربا. واضح؟ لكن ما هو الربا؟ الربا عندنا هو الزيادة على المال. فانظر عدم عدم تصحيح المفاهيم إلى أين يؤدي بنا؟ وهذا أنتم تعلمونه هو هو مجرب. تجد الرجل وما أكثرهم من الرجال. يقترض المال من صاحبه ولكنه لا يرده إلا بغصة وكم من أموال الناس ضاعت في القرض صح؟ ومن هذا الذي أنت أقرضته فإذا انتهى الأجل جاءك بمالك إلا إذا اتصلت ما دمت عليه قائمة هذا الرجل الذي فعل هذا التصرف لو تذهب له تقول له شوف يا أخي أعطيني مئة درهم وأرد لك مئة ودرهم مئة و واحد يقول لك أعوذ بالله أكل الربا واضح فنقول له أنت لا تريد أن تأكل درهما واحدا لكن لما تقترض تأخذ مئة درهم من الشخص ما عنده, ما عنده فيها إشكال واضح وهذا لهذا الربا كما يقول السادة الحنفية وهو من أصح التعريف كل أكل مال للمسلم فهو ربا الربا ليس هو الزياده. الربا كل اكل مال من غير حق فهو ربا. ولو نحن غيرنا مفاهيمنا الى ان الربا هو اكل مال الغير من غير حق لما اكل الناس اموالهم عن طريق القرض. واضح؟ فتجده يتورع عن الدرهم في هذا الفهم الضيق ولكن قد ياكل الالاف بالقرض ولا لان القرض أخذه ورده لأنه ما, استطاع أن يصل في الفهم مثل مفهوم الربا الذي وقع عندنا واضح يا شيخ طيب فهذا هو إيش السرقة فلو تقول للرجل اسرق أو ازني أو اشرب يقول لك أعوذ بالله لكن يسرق صلاته وهو الأسوأ ممكن ما عنده فيها مشكل واضح وهذا يحتاج منا إلى إيش إلى تجديد إيمان وإلى تصحيح مفهوم واضح ننتقل إلى الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث هشام بن عروة صح هشام بن عروة عن أبيه وهو تابعي صغير هشام بن عروة أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم قلنا هذا الحديث قال ابن عبد البر لم يختلف في إسناده أنه مرسل ولكن صح من حديث ابن عمر في الصحيحين عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. اختلف العلماء في فهم هذه الصلاة. نحن الى الان نحن في ماذا؟ نحن في الباب الجامع في الموطأ. صح؟ فالاعمال فيها طمأنينة وسبق ان بيناها وهي واجبة لأنه دم من يسرقها لهذا اتفق الفقهاء على أنه يجب على الرجل أن يطمئن ويعتدل ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فإنك رغم أن نفي الواقع ترى هذا لا يستحيل عقلا هو صلى قال ارجع فصلي فقال رسول صليت فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي الصلاة التي نحن مأمورين بها فالذي يسرق من صلاته إذن هو ما صلى فنرجع الى انه ايش الى انه ترك صلاه واضح فقال يا رسول الله والله لا اعرف الا هذا فعلمه فقال اقرا وقم حتى تطمئن قائما واركع حتى تطمئن راكعا واسجد حتى تطمئن ساجدا فإذن عدم الاعتدال وعدم الاطمئنان سمى الصلاه لا صلاه وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه المسروقه واضح إذن هدفي في, في الأفعال جئنا هنا إلى في إيقاع الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم من صلاتكم ما هي هذه الصلاة النوافل وقع الخلاف بين العلماء في ذلك صلاتكم الإمام بن عبد البر وهو إمام وهو حافظ أهل المغرب وله عدة كتب ومن أجلها كتابان التمهيد في 32 مجلد والاستذكار في 18 مجلد وكلاهما شرح فيه الموطأ ابن حزم رحمه الله وهو ظاهري المذهب من نفس بلده من بلاد الأندلس ولم يتني على أحد إلا من شاء الله كما قال الإمام الذهبي في السير قال لسان ابن حزم وسيف الحجاج على العلماء واحد رحمه الله معذور ان شاء الله وغفر الله له ولائمتنا يقول ابن حزم واما كتاب التمهيد لصاحبنا ابن عبد البر فان فاني فان الدنيا لم ترى مثله فكيف ترى باحسن منه ولما أكمل ابن عبد البر التمهيد قال فيه أبياتا وقال سمير فؤادي ثلاثين حجة ألفه في ثلاثين سنة كيف كانت الناس تشتغل بالعلم ومولعة به ونحن على آخر تقرير للمنظمة العالمية على أن العالم العربي يقرأ في اليوم عشر دقائق عشر دقائق لا نقرأ لا نقرأ المعدل لما نقول المعدل ثم هذا اجعله على السنة كاملة تطلع لك في اليوم عشر دقائق لا نقرأ يا أخي ونحن أمة نزل فيها اقرأ أول كلمة اقرأ وما تميزنا عن الأمم الأخرى إلا بالقراءة وما لنا من الأنبياء إلا العلماء علماء الأمة كأنبياء بني إسرائيل فالله الله في هذا العلم والله الله في القراءة طيب يقول ابن عبد البر اجعلوا من صلاتكم قال الصلاه هنا الفريضه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من بعض صلاتكم الفريضه في بيوتكم لماذا كي تعلمون اهلكم من النساء والصبيان والذين قد لا يحضرون الى المسجد من واضح طيب لماذا قلت هذا يا ابن عبد البر قال لأن الصلاة إذا أطلقت تحمل على ماذا تحمل على الفريضة فهذا هو اللفظ الأصلي فيها والذي قوى هذا لفظة من قال اجعلوا من فتكون من هنا تبعيضية فتكون من التبعيضية أي اجعلوا من بعد صلاتكم والصلاة هي إيش الأصل إذا أطلقت الفريضة واضح إذن من الناحية اللغوية ومن الناحية الإصطلاحية الشرعية أن المقصود بها الفريضة وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المقصود بها النافلة الإمام القاضي عياض قال ويحتمل يعني قول ابن عبد البر يحتمل ابن عبد البر بالمناسبة هو روى القولان روى القولين ولكنه كأنه مال إلى إلى المكتوبة القاضي عياض قال ويحتمل الأصل الصحيح هو إيش أنها النافلة ويحتمل ولكن الإمام النووي رحمه الله يعني جاء بلفظ قال ولا يجوز حملها على النافلة ولا يجوز حملها على الفريضة بل هي في النافلة قطعاً يعني حتى الاحتمال ابعده واضح؟ طيب ناتي الى الجمهور الذين قالوا اجعلوا من صلاتكم ان الصلاه هنا ايش؟ قالوا النافله. طيب اذا قلنا النافله من صلاتكم هي النافله فتكون من على قولهم هنا زائده الاولى تكون من ايش؟ تبعيضيه قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ما يمكن تغض البصر كامل لأن لهذا الأولى لك والثانية عليك أما إذا قلت اجعلوا من صلاتكم أن المقصود بها هذه الصلاة كلها إيش نافلة فتكون من هنا كأنها غير موجودة يعني اجعلوا صلاتكم في بيوتكم أي النافلة ولكن لم يعهد في كلام العرب أن تكون من في الابتداء زائدة فإذا الصناعة اللغوية تقوي القول الذي قاله ابن عبد البر واضح ناتي اجعلوا من صلاتكم اذا قلت هنا اجعلوا تبعيضيه، الصلاه هنا التبعيضيه اذا لابد نسقط المن صح؟ ونسقط المن ونخرج عن سياق اللغه ثم نكون صلاتكم تحول من كونها فريضه الى كونها نافله وهذا صرف اللفظ عن المتبادر لان الصلاه اذا اطلقت تكون ايش؟ تكون الفريضه الذي حمل الجمهور على هذا ما ثبت في الصحيحين وسبق أن بيناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة طيب يقول الذين يختارون القول الأول قالوا إذا تأملت في الحديثين لا يوجد معارضة لأن الأفضلية نحن نقول بأن الأفضلية هي إيش هي في المسجد للفريضة والافضليه للنافله في البيت، ثم جاء هذا الحديث وخصص وقال اجعلوا من تلك هنا لعله انتم تعرفونها وهي التعليم ومشاهده الاخر. واضح؟ وان كان ما قاله الجمهور اقوى ولا يبعد ما قاله الاخرون، لا كما قال الامام النووي رحمه الله يجزم في ذلك، وخاصه اذا كان اللفظ حمال. اذا كان اللفظ حمال فلا بد ان يفهم القول الآخر ويعطي وجهة نظره ويترحم على من قال به لأن له ايش؟ لأن له وجهة نظر في هذا القدر كفاية صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد